السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نقدر نعمل ترجمة في ام بلوك. طيب اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا في الاكستنشن، هلاقي عندي هنا ديفايس اكستنشن، ودي اجهزة كتير نقدر نوصلها ونبرمجها من خلال البرنامج. وهاجي هنا اقول له ان انا عايز حاجات خاصة بالاي اي، واقول له تكست سبيتش والترجمة. طيب هاجي اول حاجة في الايفنت، بقول ان انا عايز اول ما نبدا، طيب انا عايزه ايه؟ يبدا ان هو يترجم، فادي له مثلا جمله عشان ان هو يبدا ان هو يترجمها. طيب ازاي ابدا احط بقى البلوكه دي هنا؟ فانا محتاج ان انا اقول له سي هلو، بدل هلو ممكن اقول له خد كلمه هلو، واقول له بدل هلو خلا هلو ورلد، ونقول له عربي عشان نعرف هو ترجم صح ولا غلط، ونقول له اظهر لنا اللغة. طيب نبدأ، مرحبا بالعالم. فهو كده بدأ يترجم كويس. طيب احنا عايزين ينطق اللي هو قاله، فهقول له خليه الصوت صوت قلبه خليها عربي، و سبيك ساعتها بقى هاخد الجملة اللي جوه ديت. هلو بخليه ينطق هلو ورلد اهي. طيب يلا مرحبا بالعالم. طيب احنا عايزين الجملة دي مش انا اللي اديها له، الجملة هلو ورلد دي هو يبدأ ياخدها من الأشخاص أو من المستخدم. فأروح على sensing وأقول له ask، تمام. الإجابة بقى اللي هنا هو دلوقتي أنا سألته، فالإجابة ممكن أحطها هنا وممكن أحطها هنا، ماشي. أي سؤال بقى، إيه هي كلمتك المفضلة؟ و فأول ما شغل هو بيبدأ بقى يسألني what's your name، ماشي. هقول له مثلا My name عمر سليم. اسمي عمر سليم. فاحنا تعلمنا ازاي ان انا اسأل، ازاي ان انا اترجم، ازاي ان انا احول التكست لصوت.